ساليو من جولة بمسرح البولشوي إلى التوغل بأسرار العقل الباطن، وما الفرق بين تحمل المسؤولية وتأنيب الضمير وجلد الذات، وكيف نعمل على برمجة العقل اللاواعي مع اختصاصية أسرار العقل الباطن رانيا شحيدة. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباح النور لكل المتابعين مشاهدي الإخبارية. اليوم بدنا نحكي عن برمجة العقل اللاواعي وأهميته أنه نحن نبرمج أطفالنا من نعومة أظافرهم. يعني نحن لازم نمسك الطفل من أول ما يبلش يمشي، حتى فينا نقول حتى هو بطن الأم الطفل بيتبرمج. يعني أي حدث سلبي صار مع الأم أثناء الحمل، وطبعا أثبت هذا الشيء العلماء، بيتأثر الطفل وهو جنين. فما بالنا وقت نحن كمان نبلش الطفل بدنا نربيه، معنا للسبع سنين بتتكون كل المعتقدات والأفكار عند هذا الطفل. صحيح، يعني مثل ما ذكرتي دائما ممكن نحن نبرمج الطفل وهو لساته ببطن امه، بحسب ايضا الشغلات اللي بتاخذها الام. يعني رانيا خلينا نحكي ايضا قديش في تمارين ايضا خلينا نقول ممكن يستخدمها او تستخدمها الام او وقت يولد الطفل ليقدر يبرمج نفسه لهذا الشيء. يعني نحن دائما نحن الطفل يعني من هو بيبي يعني حتى بعمر الاشهر نحكي كلمات ايجابيه، يعني هو يعني نحن عم نحكي معه، عم نلعبه، نخليه يشعر بالفرح، بحب الحياه. هو بيبي وقت يبلش الطفل يحكي نحن بدنا نعلمه، طبعا نحن بدنا نعلمه شلون يتصرف إيجابية. يتصرف يعني احيانا مثلا طفل صغير كسر كاسه، نحن شو بنركز؟ انه انت تعاقبت لانه كسرت الكاسه. طب في 100 حل انه انا بدي اعلمه شلون يمسك الكاسه مشان ما اعاقبه. او احيانا بتقول الام اذا اكلتوا هلا بسكوت لا تهرهروري بتتعاقبوا. طب الحل الثاني انه اعلم الطفل يقعد على طاوله او يجيب صحن او يجيب صحن او ياكل فوق هذا الصحن، لانه هي البرمجه دائما الطفل بيشعر بتانيب الضمير وبصير يجلد ذاته، يعني بتصير عنده ضعف بالنفس وضعف بالثقه. ونحن تبرمجنا كمان يعني من نحن واطفال بالمجتمع الشائع انه اي هو انه التأنيب الضمير هو عمل انساني رائع وشعور انساني رائع. صح. هذا غلط. نحن بنتعلم شلون نتحمل المسؤوليه. انا ما انب كل ما انب حالي على اشياء قمت، انا بتعلم من الشغلات اللي اخطات فيها. اذا انا اسات لك ثاني مره بدل ما اقعد انا طول الليل ما نام وعم فكر يا الله انا اسات لها الفلانه وكذا وما نمت وصابني ارق وصابني هي، لا انا بفكر بالحاله اللي سببتها لإلي ولإلا، بفكر بكل الافكار وبلاقي لها إلى حلول. انا بالمره الثانيه بغير السلوك فاكيد حتتغير النتيجه. واكيد واهميه خلينا نحكي على نغير السلوك، اهميه مسامحه الذات والنفس ومسامحه الاخرين. خلينا نحكي هذا الموضوع قد ايه مهم، وبالاضافه كمان مو بس انه نسامح حالنا ونسامح نفسنا، كمان ننسى الماضي. الماضي شو نعمل فيه؟ يعني عن جد نحطه يعني ورا، واكيد نفكر بس نحن بمستقبلنا ونتعلم من اخطائنا بالماضي. قد ايش هذا الشيء مهم؟ نحن الإنسان ليش بيكون معذب؟ لأنه هو سجين الماضي وخايف من المستقبل. نحن ما منعيش لحظتنا أو قوة الآن. صحيح. اسمها دائما نحن سجناء الماضي، ذكريات الماضي والخوف من المستقبل. أنا بحط مخططاتي للمستقبل بس بحطها وما أتفكر فيها. أنا عندي مخطط أنه بعد سنة أو بعد 5 أشهر أو اللي هو أنا عندي هذا المخطط، بس أنا بشتغل بحاضري. ما في داعي أفكر بأنه حأفشل بعد. يعني نحن منفكر بالخوف أو يا ريت ما عملت هيك أو يا ريت قبل نحن ما نوصل للنتيجة. دائما نحن الأفكار السيئة أو السلبية بتتراود لذهننا قبل الأفكار الإيجابية، بتلاقينا فشلنا ولسه نحن ما قمنا بالعمل. مثل الطالب هلأ جايين على أبواب امتحانات بيقعد بفكر، مع أنه عم يدرس بس بفكر بالرسوب أكثر من النجاح. إذا بيسأله أنت ليش عم تدرس؟ بخاف ما أرسب. ما بقول أنا عم بدرس من شان أنجح. تمام. فهذا كتير بيختلف. هاي الأفكار كتير مهمة نحن نبرمج عقلنا اللاواعي هاي الأفكار. الخوف في خوف طبيعي بس في خوف غير مبرر. يعني نحن لازم دائما نحط وقت بدنا نحط مخطط لأي عمل هو تكون الأفكار أكثر إيجابية وما نفكر بالأفكار السلبية. ووقت تصير شيء معنا بهذا المخطط نحن منغير الطريقة من غير باب، لأنه ممكن كان المخطط ما ناسبني بهذا الوقت، أنا ما بمشي بنفس الباب، أنا
ممكن اروح من طريق ثاني وراح اوصل للي بدي اياه. حلو. يمكن عم تحكي رانيا نقاط كثير مهمه وخاصه بما يخص خلينا نقول تفكيرنا او جذبنا للشغلات اللي بدها تصير معنا. خلينا دائما مثل ما قلتي نحن نحط مشاريع للمستقبل ولكن نسعى له ونفكر بايجابيه. قديش ايضا الكون له ترددات في انه يرد لنا الشغلات الايجابيه، مشان هيك يمكن عم بتقولي انت عقلنا الباطن خليه مبرمج ايجابي. طبعا 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 نحن وقت نفكر نركز على شغله، نركز على اي شغله نحن، ودائما لازم تكون ايجابيه لانه الكون طبعا كلنا بنعرف له ترددات، العقل بيرسل ذبذبات هي كلها بتروح للكون. انا وقت بشكل مستمر عم فكر بفكره ايجابيه، الكون رح يستقبل مني هي الفكره ورح يحط لي ظروف تساعدني لوصل يلي بدي اياه. فلذلك كثير كثير مهم، يعني انا ما عم جمل الواقع، في ناس كثير بتجي عندها مشاكل بتقول انه شو عم تحكي انت؟ لا كلنا عندنا مشاكل بس انت عم تحكي. طبعا طبعا خلينا هي نضوي على الجانب المشرق من هي المشكله، كل مشكله هي اتت لامر ايجابي، سواء مرض، سواء مشكلة عاطفية، مشكلة أي مشكلة نحن اكتئاب، هي إجت لتقلنا أنه في غلط بطريقة التفكير، خلينا نعيد صياغة تفكيرنا. أكيد كثير من التمارين لبرمجة العقل الباطن بنسمع عنها، خلينا نتأكد منها إذا صح أو لا. مثل بيقولوا عنا تمرين الاسترخاء لعشر دقائق مثلا بالهواء الطلق وما يكون معك حدا يعني، وفي عنا كمان تمرين الألوان بيقولوا مثلا جيبي ورقة فاضية واكتبي عليها مثلا اللون الأحمر باللون الأصفر، أنه هيك لازم يكون هذا التمرين. وكثير من التمارين التالية كمان لنقدر نبرمج عقلنا الباطني على الأمور الإيجابية بحياتنا مو السلبية. هلا احيانا فينا نقوم بهدول الشغلات بدون هي الخطوات بصراحه، يعني بدي احكي بصراحه بدون هدول الخطوات. طبعا التنفس كثير مهم، وقت انا اكون معصبه واخذ نفس ببطء وطلع الشهيق والزفير ببطء اكيد حارتاح شوي. وقت بغضب، وقت الغضب كمان، وقت ناخذ التنفس والهي، انا بيرجع عقلي بيشتغل صح شوي، يعني انه بقدر اتعامل مع الموقف انا اللي تعرضت له بشكل اسلم. هلا نحن احيانا من مشان ندرب هيك الامور بنقول لهم اكتبوا بس الكتابه لا، اذا انا بدي يكون المشاعر، الاحساس، الافكار كلها متوافقه مع بعضها. هلا انا ممكن نكرر انه انا سعيده بس انا فعليا من الداخل ماني سعيده. هذا الشيء بدنا نحن نكون المشاعر مثل ما حكيت والاحاسيس والافكار تكون كلها منسجمه مع بعض لوصل انا لهي المرحله اللي عم بحكي معها. هيك بيكون التدريب الحقيقي لبرمجه العقل الباطن. انه انا بس احكي حكي كمان هذا ما بيوصلني النتيجه، اكيد بدنا نكون عن جد، يعني هي رساله ايجابيه الواحد يقتنع فيها تماما. كانك عايشه كانه طالب، لانه هلا يعني عباب امتحانات الطلاب تلاقيهم متوترين عن جد، يعني يدرس اكيد بدنا ندرس، ما في شيء بيجي بدون، يعني انا اوكي بدي انجح بدون دراسه لا اكيد بدي ادرس، لا تدرس طبيعي بدي ادرس، بس خليني افكر بالنجاح، يعني خليني انه انا حجيب العلامه اللي بدي اياها، خلينا نفكر بهي الايجابيه، ليش لا انا افكر بشغلات ثانيه، يعني هيك بدرب حالي كل يوم انا عم بدرس اكيد لانه بدي انجح وجيب انا بدي انجح، وتكرار نفس الشيء والطاقه الايجابيه ويكون واثق من ذاته ونفسه ليقدر يحقق قد ما طول المده والزمن بيقدر يحقق هدفه. أكيد, اكيد 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 وقت ما يتحقق الهدف فهناك شيء انه هذا الهدف مو لإلي، يعني نحن بالهي من اسرار مو من نصيبي، يعني انا في ناس بتحاول مره واثنين وثلاثه واربعه بتلاقي مبدل في 100 فكره غيرها بتوصلك ممكن صحيح. كمان لهدف ثاني، بس انه نبدل الاساليب نحن صحيح. نبدل الاساليب نبدل الطرق، يعني ما نمشي بطريق واحد ونقول والله هلا انا طلعت قدامي حجره وقعت يا الله، طب يا شيل الحجره يا روح من غير طريق صح. بس هي بكل بساطه الامور، وطبعا بالتدريب نبرمج عقلنا اللاواعي على هي الامور. رانيا نحن نسعى دائما ودائما نحن خلينا نحط الافكار الايجابيه، ولكن دائما اراده ربنا هي اقوى بكل شيء مثل ما بنعرف. خلينا نحكي ايضا عن الاشخاص السلبيين اللي نحن مضطرين نتعامل معهم او هن موجودين بمحيطنا، احيانا بيكونوا ضمن العائله تماماً. ما راح نبعد نقول تماماً. اشخاص خارج العائله يمكن تماماً. ببيت واحد يمكن الاخ يكون الام الاب ممكن اشخاص سلبيين لا على التعيين بنحبهم بس سلبيين، كيف فينا نحن نقدر يعني ما رح نقول نبعد عنهم تماما لا. اكيد لا ما فينا اكيد كيف فينا ضمن عائله ممكن يكون في بيناتنا اشخاص سلبيين. انا وقت تجي ماما او بابا او اختي او اخي عم يحكوا بافكار سلبيه انا بحاول بطريقتي بدل الموضوع،
مثلا عم نحكي مثلا عن رسوب النجاح، مثلا عم نحكي عن رسوب النجاح، انت ما عم تدرسي منيح لانك والله عم تتلهي على الموبايل كذا، ومع انه انا بكون عم بدرس بس هي شافتني يعني فاتت على الغرفه وانا شافتني بهي اللحظه انه انا ماسكه موبايلي، بس انا منجزه يعني انا بغير لها دغري، انا بفوت بموضوع ثاني يعني بنفس الهي بغير لها اسلوب بالحديث بشكل ايجابي. اما الاشخاص اللي بعد عنا بكل بساطه وقت شوف انسان سلبي فيني بعد عنه بكل بساطه، اما تكون ضمن العيله بدنا نحاول انه نغير بطريقه حديثنا. احيانا ممكن انا وقت شوفها كثير سلبيه للماما او عم بحكي بشكل ايجابي ما عم ترد، بكل بساطه احمل حالي شوي وروح على الغرفه الثانيه بس لتهدأ ارجع احكي بهاي الايجابيه. حلو كثير. اكيد في عنا كثير مثل ما قالت سالي الاشخاص السلبيين بحياتنا، يعني فينا نحن كمان نكون نلعب دور المساعد، يعني ما ضروري هذا الشخص سلبي نحن بنحب بي مثلا او بناء او معاجبته الحياه او يعني عنده اكثر من قصه، يعني اذا نحن ما حنتركه كيف فينا نقلب له طاقته السلبيه لطاقه ايجابيه لنقدر نكفي حياتنا معه ونكفي صداقتنا معه بالطريق الصح. دائما وقت اي شخص من هدول الاشخاص السلبيين عم يحكي لك عن مشكله ما معينه، عم يجي لي والله انا عندي هي المشكله الفلانيه كذا، انا دائما والله عم بشغلي ما عم حس حالي عم بنجح، طب بنتناقش نحن وياه طب انت ليش ما عم تنجح، اكيد في شيء غلط، منضوي له على الافكار الايجابيه ضمن شغله. وقت انا اعرف بكون طبعا وقت انا بدي ساعد شخص بدي اعرف ترتيبات كل حياته ومجريات حياته انه شلون بفكر، فانا ضوي له على الشغله الايجابيه او اعطيه فكره انت ما عم تنجح هون بالشغل لانه انت عم يكون مخططك غلط، بضوي له على الفكره بساعده بافكار هيك، يعني انا بدي ساعده بالامور دائما ضوي له على الافكار الايجابيه. كل شخص ما في انسان سلبي بالمطلق وما في إنسان إيجابي بالمطلق أبداً أبداً، كل إنسان عنده سلبيات وكل إنسان عنده إيجابيات، ولكن نحن منركز على الإيجابيات دائماً لنرفع الثقة بالنفس، لأنه الإنسان السلبي دائماً هو بحس حاله عديم الثقة بالنفس ودائماً بحس بالفشل. نعم. فنحن وقت نحكي معه ونضويره على الشغلات الإيجابية قد ما كان الموضوع سلبي اللي عم يحكي فيه، نحن نبحث عن الأمور الإيجابية ونناقشه فيها ونفرجي إذا عمل هي الخطوة فهو أكيد رح يوصل للشغلة الإيجابية بحياته. أكيد. خلينا كمان نحكي عن أمور تانية بتتعلق كمان بالطاقة وبرمجة كمان العقل الباطن، نصائح لطلاب البكالوريا والتواسع، بما أنه هلأ حكينا أنه أنا عم بدرس لأنه خايف ارسب او ما انجح، خلينا نحكي كيف فينا نحن نحفزهم ونطرح عليهم الاسئله التحفيزيه ونعطيهم الطاقه الايجابيه ليقدروا يروحوا على فحصهم ويقدروا ينجحوا ويجيبوا العلامات اللي هن بيحلموا فيها. هلا بكل بساطه الطالب بس هو عم يدرس منيح ومركز، العقل اللاواعي هو يخزن كل المعلومات اللي درسها، ولكن بالعقل الواعي الطالب بحس انه هو مقصر وخايف انه يجي سؤال ما انه دارسه، مع انه بكون دارس كل الكتابها من الجلده للجلده وعنده هذا الخوف. نعم. هذا الخوف داخلي ومكتسب كمان، مكتسب من برا، نحن كثير بنهول انه بكالوريا تاسع بتلاقي متوترين الاهل مع الطلاب، حتى الطالب مثلا بيكون كثير متوتر بالفحص اذا لقى مثلا سؤال ما بيعرفه اجا فورا بتلاقيه يعني انه ما عرف بقى بينهار. هو النصيحه وقت يفوت الطالب على الامتحان ويحس حاله توتر يسترخي شوي. نعم. او فينه يغمض عيونه شوي حيسترجع. رانيا نحن كثير استمتعنا بالحديث معك وهذا الموضوع لازم يكون له حلقه خاصه طبعا خاصه لقبل الامتحانات طبعاً. ان شاء الله حتكوني معنا.